نروح لموضوع هو مو بس ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي سوى، لا لا لا، بحياتنا اليومية كان له تأثيرات سلبية كثيرة على حياة المواطن، اللي هو كيس الطحين وصل في بعض المحافظات إلى 45,000 بعد ما كان كيس الطحين ب 14,000. تخيلوا السعر وفرق السعر اللي صاير. طبعاً أكو كثير تساؤلات، أكو كثير تفاصيل انسألت أو هاشتاكات انطلقت بالفيسبوك عن الحكومة العراقية. أين يذكر أن الكثير من الأفراد والمخابز توقفت عن العمل بسبب ارتفاع أو غلاء سعر كيس الطحين. هذا الخبر اللي انتشر يوم أمس أو هذه الأيام بهذه الفترة عن الطحين وكيس الطحين والتفاصيل اللي ترافق الغلاء أو غلاء الأسعار للمواد الغذائية. طبعاً كانت أكو استجابة من وزارة التربية لكيس الطحين والغلاء اللي صاير. وزارة التجارة عفواً. طبعاً وزارة التجارة استجابت للمناشدات، تعلن إطلاق وجبة جديدة من مادة الطحين لمواجهة ارتفاع الأسعار الحادة في الأسواق المحلية. هذا كان بيان لوزارة التجارة يوم أمس، ويعني كان لها مؤتمر أو اجتماع خاص بغلاء الأسعار بسبب غلق بعض المخابز وكثير من المخابز والأفران بسبب الطحين.